السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حبيبة، حياكم الله في القناة. Hello everyone, this is حبيبة. Welcome to the channel. حياكم مرة ثانية. My favorite sweet is cake. واليوم درسنا بيكون tutorial عشان كيف نلون الجولد. اكتشفته بالصدفة، قلت لازم أسوي tutorial ولأني مبوني أنسى وما أدري شو. المهم عندكم هاي الأربع ألوان نفس ما تشوفون، يو 13، يو 15، يو آر 23 أعتقد، والأخير 47 إي. بإمكانكم تستخدمون الثلاثة اللي أنتوا تشوفونهم تحت، أو إذا تبون إكسترا تستخدمون اليو 13 وتضيفون عليه تدرجات اللون أصفر. أنا أحس إنه شوي اللون فاقع بصراحة، لكن اوكي لأنه مشغلة الضوء، لكن في الواقع هي مضبوط. ما عليكم انتو، ثقوا بإحساسكم الفني، ثقوا بإحساسكم الفني. باي ذا واي، كيف توزعون اللون؟ لازم تشوفون رفرنس أول شيء، تشوفون خواتم، تشوفون شو يسمون هذي مالات الذهب الكبيرة، البارات الذهب، استغفر الله، ما هاي شو بار. المهم هذا المال الجولد، شوفوا كيف الضوء متوزع. أهم شيء إنكم تضبطون مصدر الضوء. يعني الحين أنا سويتها نفس حركة اللي يعلقونها في الشيرة، هاي مالتهم مال الاحتفال، استغفر الله العظيم، مالت الكريسماس. المهم نحن ما همنا هذي، نحن همنا كيف نركزها، على أساس إني أنا بعد أسوي درس ثاني من بعد هذا، لكن ما ضبطت إلا درس واحد. شوي الكاميرا كانت قاهرتني وضعية التصوير، لكن شوفوا أنا سعيدة بصراحة بالنتيجة اللي أنا أشوفها. فنفس ما قلت لكم، هذا اللون يضبط على الشعر، الملابس، أي معدن، أي أكسسوري، وإن شاء الله أنا بحاول إني أسوي يعني مش فان آرت، إني أتدرب عليها يعني كيف كونسبت اللون. وباي ذا واي بعد نقدر إن نضيف لون برتقالي فيها، ما شرط إنكم تتقيدون بهالثلاث، بس أهم شيء إن الثلاث ألوان البيسك هاي هاي اللي تستخدمونها. إذا ما عندكم على الأقل لونين، أو حاولوا تجيبون تدرج قريب منه، وإن شاء الله هذا الدرس يعني يعيبكم صراحة. وإذا عندكم أي اقتراحات حق دروس بالكوبيك تبوني أقدمها، أنا روحي أريد أتعلم، فاقترحوا وإن شاء الله بتعلم براويكم. حركة إني أسحب اللون من القلم على القلم الثاني، هلازم يكون تدرجين، واحد غامق والثاني فاتح نفس ما تشوفون هني. هي بسيطة، بس أهم شيء إنكم تستخدمون أوراق. أول شيء أنا أستخدم عندي البرفكت كلر كوبيك فور كوبيك، يعني هو السطح هاد الورقة جدا ناعم، فحاولوا إنكم يعني تجربون، ما شرط تتقيدون من نفس الأغراض اللي عندي، لكن يعني اشتروا بس دفتر واحد تتدربون عليه، تشوفون كيف يطلع فيه الألوان وغيره. فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أشوف تجاربكم وأرفعها في القناة، وشكرا جزيلا، إن شاء الله أشوفكم على قريب. باي باي.